لكم حنا من حيث طويب العام سيدي خصنا لاعاده الهيكله نهار الحومه كامله، لان الحومه مهمشه من اي ناحيه، لا من الواد الحار ولا من الطرقان ولا من الاناره ولا من كل شيء. حنا كنطلبوا من السلطه المعنيه تجي لهذا المطاع وتشوف تشوف المصلحه ديال هاد الناس، هادو شنو خصهم، علاش كيحتاجوا هنايا، علاش كيوقفوا هنايا. حنا خصنا الاصلاح عام هنا في هذا الحي الطويب العام سيدي. كنهضروا على سميتو على الطريق وعلى الاناره، وعندنا مشاكل ديال هادشي هذا كله وسميتو، ومن تيكون الشتاء وتيكون تيطراو الفيضان تيطراو كلشي، والدنيا ما مصايباش، وسميتو الويدان كاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش. حنا سكان حي طويبلة من مدينة تطوان، كان عينا ما نقدموا شكايات للسلطات والجهات المعنية بالنسبة للطرقات والأحياء، فهمتي الحي يعني مهمش لواحد الدرجة كبيرة. وثانيا كنا قدمنا شكايات على أساس أن الحوم آخر نهار تقادوا يعني تقادوا تصلحوا، حنا كنا تما ما وصلناش، إنه ما عرفتش واش من عندهم واش شي جهات تدخلت، يعني ما فهمتش المشروع ما تكملش، فهمت يعني كنتسائلوا علاش فين هي الميزانية اللي بدات وما تكملتش، يعني بدات جا جميع النواحي، يعني من ناحية الطرق، حنا كنركزوا على الطرق بزاف، لأن يعني الطرق دابا باقي يقوزوا الويدان ومشاو في حالهم، فهمتيني؟ هذا أكبر مشكل، ما كتجيش حتى هنا ما كتبروش فين نقوزوا، الدنيا كاملة متاختنا لغاية، فهمتيني؟ ثانية الإنارة، فهمتي؟ قضية الإنارة الضوء ما كاينش، يعني دائما مقطوع، دائما هنا مشكل كابلي مطيح، كابلي الضوء ما كاينش، يعني العيال كيخافوا يخرجوا بالليل، أولا الناس كيخرجوا يتسخروا بالليل، فهمتيني؟ يعني كتبقى واحد المشكل كبير. ثالثا يعني طلعنا مشينا قدمنا شكاية للجماعة وديك الولايه، ولكن والو ما كاينش اللي سمعنا، يعني شي 6 سنين هذه تقريبا باش دفعنا هذا الشيء، باقي حنا طالعين عاودين ما كاينش اللي سمعنا. خلاصه القول ان عندنا الغبره بزاف، طرقان ما معدلين شي، بالنسبه للحشرات والحياه كيدخلوا على عباد الله للديور، الحياه كيدخلوا على عباد الله للديور، شنو هذا الشيء هذا؟ والله ما شي منكر، واش حنا عايشين في قريه ولا في مدينه؟ هذا الشيء هذا كنعيشوا كنحياوا هذه كنجبروها غير في القرى وفي هذاك الشيء، حنا في المدينه خصنا نشوفوا هذاك شي حضاري، فهمتي؟ طرق عيش افضل، فهمتي؟ السكان مرة جبرات الحياه قدام الدار، شنو هذا الشيء هذايا؟ حنا كنطلبوا طلبات بسيطه انهم يجي يكملوا لنا المشروع اللي عملنا الطريق، باش ما تبقاش هذه الغبره هذه، وزولوا لنا هذا القصب وهذا الشيء اللي هنايا، باش ما نضطروش ان شي حاجه تقال، الله يحفظ الناس عندها راه ولادها، فهمتي؟ كيخافوا عليها، ومن ناحيه الناحيه ديال الزبل وداك الشيء راه كلش الامن ما كاينش، فهمتي؟ المهم طويبله داك الشيء الصوره اللي كيعطيو عليها بانها طويبله مزيونه عكس ذلك. المطالب انا كيطالبوا يتعدلوا الطرق ضروري، فهمتيني؟ حاجه ضروريه، لان الحوم اخرين كانوا يتقادوا، يعني كاين شي حوم بعادين علينا والو، حنا جينا قرابين من الرومانه، فهمتيني؟ هذه الطريق هذه اكبر مشكل، يعني اكبر مشكل بزاف، يعني هذا الواد الحار هو اللي انت كتشوف بداوه خلاوه هايده، يعني فين المشروع باقي ما تكملش، وكنتسالوا بزاف على الميزانيه، فين مشات هذه الميزانيه؟ يعني ضروره تكون الحوم اخرت لها ميزانيه بحال الحوم اخرين، يعني فين هذه الميزانيه؟